نرحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي فقره مراسلنا، ونروح بقى نتابع اخر الاخبار، اخبار النادي الاهلي فرق المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد. هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بنصبح عليكي انا وكريم، صباح الخير، اتفضلي. يا صباح الفل، بصبح عليكي زميلتي العزيزه نهاوند وزميلي العزيز كريم، واكيد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور وجميع المباريات لجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله يعني اول مباراه وهتكون يعني سيدات السله بعد فوزهم على نادي هليوبلس الجمعه الماضيه والتاهل للمباراه النهائيه في بطوله كاس مصر. سيدات السله النهارده ان شاء الله تحت قيادة الكابتن علي هاشم بعد يعني استعدادات قوية في التدريبات، النهارده هيواجهوا نادي سموحة على صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية الساعة 6 في بطولة الدوري السوبر للسيدات. كمان النهارده إن شاء الله هيكون في 3 لاعبات هيغيبوا عن مواجهة سموحة في الفريق، وهم نور علي طلعت، نادين سلعاوي، ومي حلوة. يعني نور علي طلعت هتغيب عن مباراة اليوم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولكن يعني في الساعات الماضية طلعت أو ظهرت نتيجة المسحة الثانية اللي أجرتها نور أمس، والحمد لله يعني المسحة النتيجة طلعت سلبية، وبكده إن شاء الله يعني الايام القادمه هيتحدد موقفها من المباراه القادمه مع الفريق واللي هتكون امام نادي سبورتنج في المباراه النهائيه من بطوله كاس مصر يوم الجمعه، يوم عفوا السبت المقبل. كمان نادين سلعاوي هتغيب عن مباراه اليوم بسبب اصابتها بجزع في غضروف الركبه، ومي حلوه بسبب مزق في السمانه. والنهارده ايضا يعني ان شاء الله طبيب الفريق هيحدد موقف اللاعبتان من يعني هما النهارده هيغيبوا عن مباراه سموحه، ولكن هيتحدد النهارده موقف اللاعبتان من المباراه القادمه واللي هتكون يعني المباراه النهائيه في بطوله كاس مصر امام نادي سبورتنج. وهيحدد يعني النهارده ان شاء الله، وهيطمن الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق على حالتهم والمده اللي هيغيبوها عن التدريبات الجماعيه والمده برده اللي هيحتاجوها عشان يبداوا في البرنامج التاهيلي والعلاجي اللي هيكون تحت اشراف طبيب الفريق. يعني 3 لاعبات طبعا بتمنى لهم الشفاء وان هم يكونوا متواجدين مع الفريق في مباراه سبورتنج المباراه النهائيه في بطوله كاس مصر، لان هم يعني يعتبروا من الثلاث لاعبات الاساسيات واللي دايما بيكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه مع الفريق. كمان رجال السله النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعه 8 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي، وده هيكون في اطار استعدادات الفريق لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري السوبر للرجال. المباريات هتعود الشهر المقبل شهر مارس يوم 1 مارس، واول مباراه ان شاء الله للنادي الاهلي هتكون امام نادي الجزيره الساعه 6 بمقر النادي يوم 1 مارس. طبعا خليني افكر الساده المشاهدين ان يعني المباريات في بطوله الدوري توقفت بسبب مشاركه منتخب مصر لكره السله في المرحله الثانيه من تصفيات بطوله افريقيا والمقامه في تونس. كمان خلينا نتكلم شويه عن رجال الطايره، والنهارده ان شاء الله يعني بعد ما فازوا على نادي هليوبلس يوم ايضا الجمعه الماضيه بنتيجه 3-0، رجال الطايره او الماسترز النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي الترسانه الساعه 8 مساء على صاله ميت عقبه في الادوار النهائيه من بطوله الدوري العام للكره الطايره. وسيدات الطايره النهارده ان شاء الله هيكون في مباراه وديه هتجمع بينهم وبين منتخب الناشئات لكره الطايره. المباراه النهارده الوديه هتكون الساعه 5 مساء على صاله استاد القاهره الدولي، ودي هتكون النهارده ان شاء الله يعني هوند بدلا من التدريبات للفريق، وده هيكون في اطار استعدادات الفريق للمباراه القادمه واللي هيواجه فيها النادي الاهلي نادي دلفي يوم الجمعه القادمه في مدينه الاسكندريه الساعه 4 في بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. ويخليني اقول لك اني برضو انا هواند وكريم انه النهارده كان من المقرر ان مباراه دلفي تكون النهارده يعني تقام في مدينه الاسكندريه، ولكن تم تاجيلها من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره ليوم الجمعه القادمه. استكمالا لاخبار جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، خليني برضو اتكلم شويه عن كره اليد داخل النادي. ورجال اليد النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه امام نادي الاولمبي، المباراه اللي هتقام يوم الخميس المقبل الساعه 6 على صاله حسن مصطفى. وسيدات اليد النهارده ان شاء الله ايضا هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه مباراه غد امام نادي الطيران، واللي
الاقامه هنا ان شاء الله بمقر النادي الساعه 4 العصر، ودي هتكون في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. زميلتي نهاوند، زميلي كريم، يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار وجميع المباريات اليوم لجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو. تغطية جميلة جدا منك يا سلام، اشكرك عليها. بس عايزة اروح معاكي سريعا لنقطتين بس، علشان دلوقتي لو حد بيتابعنا وعنده اي مشوار، حد نازل الشغل، اي مصلحة بيقضيها، اخبار المرور ايه وانت جاية في الطريق؟ وتاني حاجة، الجو دلوقتي نقدر نقول يعني الناس تلبس تقيل ولا حاليا؟ اللي احنا بنتكلم برضو يعني اعتقد الجو دلوقتي بقى افضل. ما انا وكريم نزلنا، احنا نزلنا يمكن 8 الصبح او 7، فبيبقى جو مختلف. فطمنينا برضو كده منك. خليني اقول لك زميلتي نهاوند، يعني يمكن انا وانا جايه من طريق شارع مراد وشارع الهرم والدقي كانت الحاله المروريه يعني جيده، ما كانش فيه زحمه. يعني لو كان فيه زحمه بيبقى فيه زحمه بسيطه جدا. فخليني اطمن يعني الساده المشاهدين وجميع اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي النادي في الفتره الصباحيه، يعني دلوقتي في الساعات الاولى من صباح اليوم يقدر يجي، ما فيش اي مشكله. يعني الحاله المروريه جيده في الاماكن القريبه من النادي الاهلي، يعني سواء كان شارع مراد، طريق يعني الدقي، العجوزه، الزمالك، كل الطرق يعني الحمد لله الحاله المروريه فيها جيده. كمان خليني اطمنك واطمن الساده المشاهدين يعني على الجو، لو حد حابب ان هو يجي النادي في الفتره دي، الفتره الصباحيه، يعني ممكن يلبس عادي، لا تقيل ولا خفيف. يعني الجو يعني في انخفاض في درجات الحراره، لكن برضو يعني في شمس شويه، فيعني الجو دافي، الواحد يقدر يجي النادي ويعني مش لابس تقيل قوي زي مثلا 8 الصبح لما بنيجي ننزل، او يعني يلبس خفيف. يعني الجو جميل، اقدر يعني اقول اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي النادي ويستمتع بالاجواء هنا يجي، ما فيش اي مشكله. هايل جدا، ويمكن افضل فعلا من الايام اللي فاتت الجو حاليا. شكرا جدا ليك يا سالا. شكرا.